طيب هذا السؤال اللي دائما يطرح، كيف السيدات يعملوا ميك اب خفيف يناسبهم، وهل في اكثر من نوع من هذا الميك اب؟ هذا اللي راح نشوفه اليوم مع خبيره الميك اب حنين خوج. اهلا وسهلا فيك ونورتينا اليوم. اهلا. يعني الموضوع طبعا يهم السيدات بشكل كبير، أكيد. واليوم حتعطينا تجربه حيه، ونرحب طبعا كمان بالموديل امنه. اهلا وسهلا فيك. يعني في البدايه ايش نقصد بميك اب نو ميك اب؟ الميك اب نو ميك اب الميك اب الطبيعي اللي ما يا اول واحد اول ما يشوفه عليك ما كانك حاطه ميك اب، بس في اشياء بارزه، ملامح وجه البنت تكون بارزه حلوه فيها لفته نظر بس بطريقه جميله ولطيفه على العين. يعني في تفاصيل للوجه مثلا، اذا انت قلتي انه بعض السيدات اللي تكون تفاصيلها بارزه وواضحه، ايوه، اللي ما تكون بارزه واضحه في مشكله يعني؟ لا يعني تقدر تبرزها في بعض الخطوات البسيطه، يعني مثلا تحط كحل بس بطريقه جدا خفيفه، تبرزه مع اي شادو عشان ما يكون واضح وثقيل على العين، ارواج تكون فاتحه على البشره، ما تكون الوان ثقيله يعني الاحمر، البنيات الغامقه، اي شيء فاقع على اللون بينك. ايش هي الالوان المناسبه لهذا الميك اب؟ انا صراحه اشوف كل وحده ودرجه بشرتها، عرفت؟ يعني انا مثلا درجة بشرتي غير درجة بشرتها، النود علي مثلا أنا أحب لنفسي مثلا الأشياء النود اللي فيها شوية warmth يعني محمرة تكون. في بعض البنات يحطوا لا يبغون يحبوا على النوع البينك تكون مناسبة مع زي آمنة. آمنة إيش يعني؟ آمنة أشوف مثلا for example عندها مثلا أحمر خدودها وزي كذا مرة باينة حلوة، فحلو تناسب تكون متناسب معها لون الشفايف. طيب نبدأ بالتطبيق، نطبق على نشوف آمنة. طبعا أول ما نبدأ على آمنة طبعا أول شيء نرطب، الترطيب جدا مهم في الخطوات البداية. بسم الله مرة المهم وبعدين بعدها نختار الكريم المناسب لبشرتها. الكريمات في بعض الكريمات تكون معاها البرايمر، البرايمر اللي يكون زي اللي مثب يعني يطول معاك المكياج ويخليه لفتره طويله. ممتاز. انا افضل بصراحه المكياج اليومي تختار الكريم المناسب لها اللي يكون ما في يكون زي البرايمر، يكون في ستيكي فيلينج يعني يكون شوي في تطبيق عشان اول ما ينحط عليه الفونديشن او الباودر يمسك فيه بس بطريقه تنخلط معاها، يعني يكون هو نشوف نخلط الحين عبد الامور ونشوف عمنا كيف تستعد حنخلص الامور هذه الكريمات. يس هذا هو الـ 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 الكريمات جدا مهمه وجدا تحطيها في طريقه مناسبه للتوزيع اكيد. وفي بعض البنات مثلا يكون عندهم مناطق معينه تكون جافه اكثر، فنحاول نركز عليها بطريقه يعني اكثر مثلا، او نخليها طبعا لازم نعطي للكريم وقت عشان يمتص البشره قبل ما نحط الخطوات الثانيه. طبعا انا بعد ما احط بالفرشه اوكي حاول استخدم يدي طبعا، بعدين زي اللي يا سلام هذه الخطوات اللي سويتيها تناسب اي وجه؟ يعني مثلا آمنة وجهها يعني صغير. طبعا تناسب اي وجه، هي بس البشره كل وحده فينا تختار اللي يناسب بشرتها، اذا كانت دهنيه تكون دهنيه، اذا كانت ناشفه تختار الكريمات اللي تكون لها مناسبه لوجهها، يعني ممتاز. كل حاجه انا صراحه دائما اشوف نحن لازم نكون عارفين ايش الأشياء اللي تناسب بشرتنا، ترى كل واحدة فينا عندها experience مرة مختلف. وكمان في شيء جدا مهم لازم تكون عارفة إنه مثلا الكريمات في بعضها تكون water base وفي بعضها تكون silicone base. مثلا الwater base والsilicone base لازم يكونوا ما يختلطوا مع بعض، يعني في بعض البنات يحطوا مثلا كريمات وبعدين يحطوا فوقها فونديشن تتقشر في وجههم. اذا اختلطت يصير في تقشير يعني في طبعا اوف كورس يعني شفت السيليكون والواتر when they combine they don't go well. اوكي. فما فيصير في تقشير ويصير في بهتان ويبان انه الميك اب مو طبيعي، فلازم يكون الواحد جدا جدا يعني منتبه لهذه الخطوه وعارف ايش هو يسوي يعني بالضبط. حلو. من ناحيه المنتجات اول ما يحطها فوق بعض ويخلطها. طيب ايش الأشياء اللي السيدة تحطها بعين الاعتبار نقدر نقول لما تختار الألوان المناسبة لها؟
دائما تعرف اذا هي كانت الدرجه حقت بشرتها تكون بارده ولا تكون وارم يعني دافيه. اذا كانت مختلطه زي انا ينفع معي الاثنين الوارم والكولد, فات دزنت ماتر. فانا اشوف كل واحده ولازم تشوف هي ايش اللي يناسبها. تمام. يعني الالوان دائما في الميك اب نو ميك اب تكون ترابيه اوكي وفيها ليتل بت شاين فيها شمر شويه عشان يعطيك الجلو بالذات اول ما انت تبي تحطيها يعني في الصباح تعطيك نضاره جميله للبشره. فانا طبعا هنا قاعده امشط حواجب المودر ما شاء الله هي حلوه فما تحتاج اني اسوي لها كثير غير انها شويه تمشيط وتعبئه فراغات بالذات في اللوك الصباحي اللي نحن نبغى قاعدين نسويه. فالحين احنا سويتي خطوتين طبعا. يس حطيت الكريم والكريم طبعا كويس. اللي انا استخدمته يكون فيه برايمر وبعدين حطيت الحين قعدت ارسم طريقه الحواجب بس انه اثبتها باي مثبت عندك حق حواجب تثبتي لها اياه وبعدين بعدها ترسمي الفراغات اللي عندك بطريقه نحن كمان نبغى نرسمها شعره انه ما نبغى نكون مره ثقيله تكون على العين بالذات اذا كانت الحواجب وكانت الميك اب نو ميك اب يعني نسميها شوي كاجوال بسيطه و يس كاجوال وبسيطه وكل هذا الاشياء. يس طيب. طبعا اول ما نبغى كمان نحط الفونديشن والاشياء هذه بالذات في الميك اب نو ميك اب لازم نحمي البرودكت او بالذات اذا كان كريمي فور اكزامبل اذا كان ليكويد او حاجه على طول بس برضو حاولي شويه يس خففيه شويه بالفرشاه قبل ما نحطه على اي مكان. ممتاز. طبعا انا بالنسبه لي في الميك اب نو ميك اب بس اشوف المناطق اللي تحتاجها اوكي انا بالنسبه لي اشوف يعني عندها شوي تحت العين ممكن عرفتي اللي عشان احاول ابرز أخفي الهالات شوية وأعطيها منظر هيلثير يعني. ممتاز.